ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعت الأولانية عشان قربت على 1,000,000 مشترك ولأني راجعة بإذن الله. قصتنا النهاردة أبطالها هما نيلي راب. نيلي طفلة صغيرة ملهاش أصحاب عشان كده ما بتحبش المدرسة بتاعتها، وده أبوها راب راجل عادي كده وفي حاله طيب ووشه سمح. دخلها هانيبال كان بيشتغل مدرس أحياء بس استقال وبيعمل أبحاث على الطبيعة وشوية حفريات كده. دي لينا سيلفا تبقى مرات هانيبال خال نيلي والمساعدة بتاعته في شغله وشغالة معاه كمان في المنظمة بتاعة ترويض الوحوش. لينا سيلفا ما بتحبش الولد الاصفر اللي اسمه فينسنت رئيس المنظمه بتاعتهم، وبصراحه كده عندها حق عشان فينسنت ده عيل مالوش في دماغه واصلا كان عنده مشاكل نفسيه وهو صغير، بس بقدره قادر بقى عنده منظمه لحمايه الوحوش وهو اللي بيدي التعليمات لهانيبال ومراته وبيشرح لهم كمان ازاي يتعاملوا مع الوحوش. دي بقى روبرتا بنت من وحوش الفرانكشتاين واللي امها كانت عالمه في مجال الوحوش وهي اللي اخترعتها، وبرده ما بتحبش الولد الاصفر اللي اسمه فينسنت. المهم قصتنا بتبدا مع نيلي واللي بتكون بتمثل مشهد في مسرح المدرسه عن العفاريت، بس المشهد ما عجبش حد من اللي بيتفرجوا عليها. ابوها قرر انه ياخدها ويوديها تقعد مع خالها هانيبال في بيته تغير جو. لينا سيلفا مرات خالها هانيبال والمساعده بتاعته في شغله اول ما بتشوف نيلي وابوها بتكون فاكراهم بتوع شركه النظافه، فبتقول لهم اتاخرتوا ليه؟ انا مستنياكم من الصبح، خدوا الحاجات دي ويلا ابداوا الشغل. فرب بيقول لها نظافه ايه يا ست الكل؟ دي نيلي بنت اخت هانيبال جوزي وانا ابوها، انت مش فاكرانا ولا ايه؟ لينا بتقول له يا على الزمن، ازيك يا نيلي؟ امك الله يرحمها كانت حبيبتي وانت شبهها بالظبط، صحيح اللي خلف ماتش. معلش اصل الزهايمر مبهدلني. طب يلا انتوا واقفين ليه؟ ادخلوا نظفوا البيت، مش انتوا بتوع النظافه برضو؟ ربي يقول لها ارحمينا بقى، قلت لك انا راب كوز اخت جوزك ودي اللي تبقى بنت اخت جوزك. لينا بتقول له يوم معلش، على العموم بالبيت بيتكم، تعالوا ما اوريكم اوضتكم. اللي بتشوف اوضه غريبه وعليها شكل خفاش، فبتقول لها هي الاوضه دي بتاعت ايه يا مرات خالي؟ لينا بتقول لها دي اوضه العفاريت يا حبيبتي، اوعي تدخليها ماشي. وبيطلعوا الاوضه ولينا بتجيب لهم الشاي والكوكيز وتخرج، بس بتخش تاني وفجاه بتخضهم وتقول لهم اعمل لكم شاي. ربي يقول لها خضتيني، ما انت جبتي الشاي شكرا ليك يا لينا، فبتقول له ماشي وبتخرج. ربي يقول لبنته انا عايزه انام شويه، اجيب لكم شاي؟ يوه خضتيني يا لينا، انت بترعبينا ليه كده؟ ما انت جبتي الشاي اهو. المهم ربي يقول لنيلي سيبك من موضوع الاوضه ده خالص عشان انا عارف دماغك مش هترتاحي الا لما تعرفي ايه وراها وحكايتها ايه، ما انت قلبك جامد زي امك الله يرحمها. نيلي تسمع الكلام؟ لا طبعا. بالليل بتنزل على الاوضه دي وتفتح الباب وتلاقي سلم، وتنزل على السلم تلاقي بدروم، والبدروم بيكون فيه باب، ونيلي بتبص من الباب بتلاقي وحش محبوس في قفص. الغريبه انها ما بتخافش ولا بتصرخ زي اي طفله في سنها، وشافت حاجه زي كده قلبها جامد البت دي. المهم بتروح نيلي تصحي ابوها عشان توريه الوحش المسجون في البدروم، وبينزل معاها ابوها وبيفتحوا الباب ما بيلاقوش حاجه. فابوها بيقول لها اهو شفتي ده مكتب خالك هانيبال مش سجن للوحوش ولا حاجه، انت اكيد كنت بتحلمي يا نيلي. والصبح ابوها بيكون قاعد مع خالها هانيبال وبيحكي له على نيلي بتقوله وان خيالها واسع حبتين. هانيبال بيسلم على نيلي ويقول لها على فكره مفيش وحوش ولا عفاريت هنا، بس في مرات خالك كانت بتهزر معاكي وانت عارفه الزهايمر اوقات بيقلب بهلوسه وتخاريف. راب بيودع بنته نيلي وبيمشي وبيقول لها هرجع لك بعد اسبوع، اسمعي كلام خالك وما تسمعيش كلام مرات خالك يا نيلي. ويا دوب باباها بيمشي من هنا ونيلي بتروح على البدروم من هنا وبتفتح باب البدروم وبتبدا تقرا في الكتب الموجوده في المكتبه اللي كلها بتتكلم عن العفاريت والوحوش، بس نيلي بتسمع صوت جاي من ورا المكتبه وبتلاقي زرار خفي في المكتبه بتدوس عليه فالمكتبه بتفتح، ومع ان الدنيا ضلمه بس نيلي ما بتخافش، ولما بتخش النور بينور والمكتبه بتتقفل وبتشوف نيلي شجره العيله على الحيطه، وفجأة بتطلع لها لينا وتصرخ وتقول حرامي انت مين وبتعملي ايه هنا ودخلتي هنا ازاي؟ نيلي بتقول لها ان نيلي بنت اخت جوزك يا مرات خالي، بس ايه المكان الجميل ده؟ لينا بتقول لها باستغراب ايه المكان الجميل ده؟ وبتمسكها وتقول لها انت ايه ما بتخافيش؟ نيلي بتقول لها لا ما بخافش. لينا بتقول لها متاكده انك ما بتخافيش؟ بتقول لها اه متاكده. لينا بتقول لها طب تعالي معايا، وبتاخدها لينا وتفرجها على المكان وبتقول لها ان هي وخالها هانيبال بيشتغلوا مع منظمه حمايه الوحوش من نفسها. فنيلي بتقول لها ازاي يعني يا مرات خالي؟ لينا بتقول لها يعني في وحوش عايشه معانا في المدينه واحنا بنراقب الوحوش دي من زمان وعاملين عليها ابحاث وتجارب وكتب، وكمان حاطين لهم قواعد عشان يعيشوا بيها وما يضروش حد من البشر، ولو كسروا القواعد دي احنا بقى بنمسكهم وبنخليهم يرجعوا يواظبوا عليها من تاني. يعني مثلا الوحش اللي في القفص ده مصاص دماء واحنا عاملين له رجيم معين عشان يبطل يمص دم الناس، بس هو كسر الرجيم بتاعه وحاول يهاجم واحد من سكان المدينه، بس انا وخالك هانيبال مسكناه وحبسناه هنا ومش هنطلعه غير لما يرجع يواظب على الرجيم بتاعه. لينا بتقول كمان لنيلي ان امك كانت شغاله معانا وكانت عامله وحوش شاطره قوي، وبتديها الميداليه بتاعت امها وتقول لها خليها معاكي. هانيبال ما بيعجبوش اللي مراته عملته وبيقول لها البت لسه صغيره على الكلام ده يا لينا، وبياخد نيلي ويطلعها فوق ويقول لها انسي اي حاجه مرات خالك قالتها لك ماشي. بالليل هانيبال بيقول لمراته لينا
الجيران مالهمش سيرة غير موضوع الوحوش اللي ظهروا في المدينة وخوفوا الناس، لدرجة ان فينسنت كلمني وقال لي انه جاي بنفسه يتابع الموضوع ده، وانه عامل اجتماع هنا في البيت لكل اللي شغالين معانا في المنظمة. تاني يوم نيلي اول ما بتشوف الرجالة جايين على بيت خالها ونازلين من عربياتهم بتقول مين دول يا مرات خالي؟ لينا بتقول لها دول بتوع النظافة يا حبيبتي. نيلي بتقول لها لينا ركزي يا لينا. لينا بتقول لها ايوه معلش دول زمايلنا في الشغل يا حبيبتي. فنيلي بتقول لها مش باين عليهم بتوع وحوش يعني. مرات خالها بتقول لها ما هو احنا محدش يعرف اننا شغالين الشغلانة دي اصلا، ولازم يكون لينا غطا عشان ما نتكشفش. نيلي بتشوف فينسنت وتقول لها والروش ده بقى شغلانته ايه برا المنظمة؟ لينا بتقول لها مربي حياة. نيلي بتقول لها يعني ايه؟ لينا بتقول لها والله ما اعرف يا بنت. المهم تاني يوم بيكون في مهمة خارجية لرجالة المنظمة، ونيلي بتقول لخالها هنيبال اجي معاك يا خالي. بيقول لها لا خليك انت هنا يا نيلي. نيلي تسكت طبعا لا، بتجري وراهم وطبعا ما بتلحقهمش، بس الكلب بتاعها بيجري جوه الغابه، بيدخل بيت غريب وبتلاقي فيه بنت شكلها غريب، ونيلي اول ما بتشوفها بتخاف منها وبتجري، وبترجع لها نيلي بالليل مسلحه بالدروع والمخدات، بس برضه بتخاف منها تاني وتجري. بس وهي بتجري بيهاجمها وحش مستذئب، ونيلي بتقع على الارض وبيغمى عليها، والبنت اللي شكلها غريب بتهاجم المستذئب وتنقذ نيلي وتاخدها بيتها وتعالجها كمان. اول ما بتصحى نيلي بتلاقي قدامها فطار وشاي بلبن وحاجه كده خمس نجوم، وبتدخل المطبخ بتلاقي البنت اللي شكلها غريب وتقول لها شكرا عشان انقذتيني، انت وحش فرانكشتاين صح؟ البنت بتبص لها وما بتردش عليها، فبتقول لها انا اسمي نيلي. البنت بترد عليها وتقول لها وانا اسمي روبوتا، وامي كانت بروفيسور كبيره ومن حوالي 100 سنه فاتوا، امي اخترعتني وجمعتني في المعمل وكانت هي كل حياتي وعلمتني اعمل الفطاير والبسكوت والكحك. نيلي بتقول لها يعني انت عمرك 100 سنه؟ روبوتا بتقول لها اه مش باين عليا ولا ايه؟ وبتقول لها انا ما بكبرش مهما عدى الزمن، امي عجزت وماتت وانا لسه زي ما انا، وانا اعرف كل الوحوش الموجودين هنا، وكنا زمان بنعمل حفله كل اسبوع نغني ونرقص ونهيص، بس خلاص ايام راحت لحالها، وانا من زمان كان نفسي افتح كافيه عشان اجمعهم تاني، بس انا دلوقتي لوحدي وما عنديش اصحاب خالص ومعيش حد يساعدني. نيلي بتقول لها انا كمان ما عنديش اصحاب، ايه رايك نبقى اصحاب وانا هساعدك ونعمل فطير وكحك وبسكوت ونعمل الكافيه ونعمل كمان حفله افتتاح ونعزم فيها كل الوحوش اللي موجودين في المدينه. وفعلا بيكتبوا الدعوات وبيوزعوها على الوحوش اللي في المدينه زي لوكاس دراكولا مصاص الدماء وفانجا المستذئبه ومنى وامها عسليه والاشباح وغيرهم كتير من الوحوش. نيلي وروبوتا بيكونوا فرحانين ومبسوطين قوي وبيتنططوا ويهزروا وفي قمه السعاده وحبوا بعض جدا. نيلي بتقول لروبوتا عاوز اقول لك على موضوع كده عشان ما تفهمنيش غلط بعدين. روبوتا بتقول لها لا خليه بعدين وروحي هاتي شويه الوان من البيت عشان نكمل بيها اليافطه بتاعت الكافيه قبل ما الوحوش ما تيجي. وفعلا يا دوب نيلي بتمشي من هنا والوحوش بيبداوا يتجمعوا واحد ورا التاني من هنا. روبوتا بترحب بيهم في بيتها وتقول لهم وانا برحب بيكم في الكافيه الصغير بتاعي، وتفضلوا كل الكوكيز والبسكوت واتمنى انه يعجبكم وانكم تجوا هنا على طول وتنوروني في مكاني وما تخافوش اسعاري هتعجبكم. لوكاس دراكولا بيدخل على روبوتا ويقول لها هاي انا لوكاس دراكولا وخالي يبقى دراكولا وعيلتي كلها في بنسلفانيا، ممكن اشتغل معاكي هنا؟ انا ممكن اشتغل ويتر، شغلي هيعجبك قوي، وعلى فكره انا بطلت اشرب دم وبشرب فوار دلوقتي، يعني انا وحش ملتزم وسمعتي زي الفل. روبوتا بتقول له ماشي. فانج كمان بتقول لها وانا كمان هشتغل معاكي يا روبوتا واعمل لك احلى هوت دوج. روبوتا بتقول لها ماشي. ودلوقتي بقى يلا نرقص. في بيت هانيبال فينسنت مجمع الرجاله بتاعه المنظمه وبيقول لهم الناس كلت وشي بسبب اننا مش عارفين نسيطر على كام وحش من اللي بيخوفوا البشر دول، وده بسبب ان الطرق بتاعتنا بقت قديمه ومش مؤثره، احنا لازم نغير الطرق بتاعتنا ونجددها. فبيقولوا ايدينا على كتفك انت هنا الراي رايك والشوره شورتك يا اخوي. فينسنت بيقول لهم في حاجه كمان وهي ان التارجت بتاعنا الشهر اللي فات كان ضعيف، انا لسه عندي اماكن فاضيه في المصحه بتاعتي اللي بعالج فيها الوحوش، احنا لازم نعلي التارجت الشهر ده يا رجاله، يعني لازم تتدربوا اكتر ولازم تبذلوا مجهود اكتر ماشي، عايزين نمسك شويه وحوش كتير الشهر ده. لينا بتقول لهانيبال مين الولد الاصفر ده يا هانيبال؟ فينسنت بيكمل كلامه ويقول لهم وطبعا اللي هيمسك وحوش اكتر هيكون له مكافاه اكيد. ها قلتوا ايه معايا؟ بيقولوا له ايوه معاك، وبيعملوا طابور قدام البيت وهانيبال بيوزع عليهم الشغل بتاعهم ويودي كل واحد يدور على وحش في مكان معين زي المطعم والعماير السكنيه والكنيسه والمقابر. هانيبال ومراته لينا بيعرفوا ان الوحوش كلهم متجمعين في مكان في المدينه وبيبلغوا فينسنت، واللي بيكون بيركب عربيته وبيقابل نيلي وبيقول لها تعالي معايا احنا النهارده هنقبض على وحوش كتير اصلهم متجمعين في مكان واحد كلهم، ودي فرصه حلوه قوي عشان نقبض عليهم كلهم مره واحده. نيلي بتجري عشان تبلغ روبوتا والوحوش اللي عندها في البيت، وفعلا بتوصل قبل رجاله المنظمه والوحوش بتهرب، بس فينسنت بيقبض على صاحبتها روبوتا وبيحبسها في عربيته، فبتقوم نيلي واخده العربيه وتهرب بيها وتساعد روبوتا انها تهرب. فينسنت بيلحقهم بالعربيه الثانيه وروبوتا اول ما بتشوفه بتزقه بعربيته على شريط القطر عشان تخلي القطر يدوسه. نيلي بتمسك روبوتا وتقول لها لا بلاش يا روبوتا دي مش اخلاقك يا روبوتا، اوعي تقتليه يا روبوتا انت صاحبتي الوحيده ما تضيعيش نفسك عشان ولد هايف زي ده. روبوتا بتسيب فينسنت وتحضن نيلي جامد، ونيلي بتقول لها معلش حقك عليا كان المفروض احكيك على كل حاجه بس ما لحقتش انا اسفه، وبتاخدها وتروح لخالها ومرات خالها وتقول لهم لو شغل المنظمه هيخلينا نحبس الوحوش الجميله والمسالمه دي يبقى انا ما تلزمنيش الشغلانه دي، وبترمي الميداليه بتاعت امامتها على الارض. فينسنت بيطلع
بنطقية السهم وبيضرب روبوتا بيها، بس هانيبال بياخد السهم بدلها في رجليه. فبتقوم لينا ضربة فينسنت بالبوكس موقعله طقم سنانه عشان تبان سنانه الحقيقية. فينسنت بيعيط ويقول له والله اللي اجيب لكم اللي قدكم، انتوا بتتكتروا عليا يعني عشان انا لوحدي؟ لا انتوا ما تعرفوش انا مين وابن مين، انا هوريكوا كلكم. هانيبال بيقول له يلا يا دي امشي من هنا. فينسنت بيقول له ماشي اوكي سلام. رجالة المنظمة كلهم بيتجمعوا وبيحيوا نيلي على اللي هي عملته. تاني يوم راب ابو نيلي بيجي عشان ياخدها، ونيلي بتودع خالها ومرات خالها. بس هما في الطريق نيلي بتقول لباباها تعالى معايا عشان اعرفك على صاحبتي الجديده، وبيدخلوا بيت روبوتا. وبابا يكون فاكر انها حفله تنكريه ومات على نفسه من الضحك من اللي بيشوف. وبيقابل روبوتا وبيسلم عليها وبيقول لها حلو قوي الميك اب اللي انت عاملاه ده عجبني قوي. نيلي بتودع روبوتا وبتقول لها انت صاحبتي الوحيده وهنفضل اصحاب على طول. وروبوتا بتقول لها وانا هستناكي تيجي تزورني من وقت للتاني، وخدي دي وتديها الميداليه بتاعت امها اللي رمتها في الشارع، وبتقول لها انا شلتها لك معايا. وكده احنا وصلنا لنهايه الفيلم او نهايه القصه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعت الاولانيه والقناه اللي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي دي، وفولو الاكونت بتاعي على الانستجرام. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. سلام عليكم.